فتح كده بقى. الصوت ايه تمام؟ مش عارف ازاي ما دوستش عليها على طول. الصوت تمام والصورة شكلها كويس. بسم الله. اهلا بيكم في درس جديد من دروس اتعلم امريكي. انا مستر سام وبعمل دروس اتعلم امريكي. الدروس ديت بعملها من هنا من امريكا بنفس الكلمات بنفس الاسلوب بنفس كل حاجه بنتعامل بيها هنا، مش الانجليزي اللي هم بيعلموه لك هناك. احترامي ليه طبعا، وممكن يكون انجليزي مثلا بتاع بريطانيا او اي دوله تانية، بس انا بكلمك على اللي هنا في امريكا، ماليش دعوه باي دوله تانية. اوكي، معلش الدرس لغايه دلوقتي مش متظبط مواعيده ومش بقول لكم قبلها، ودايما بلحق كده بالعافيه. معلش اول ما انا عارف ان في ناس كتيره قاعده بسبب الكورونا في البيت مثلا، بس انا قلت لك ان الحمد لله انا ربنا مسهل لي وقلت لك تعمل ايه اذا كنت عايز ربنا يسهل لك وتبقى عايش تمام ومالكش دعوه باي حاجه تانيه. دلوقتي احنا في الدرس ده هنتكلم على الامراض والحاجات ديت من الناحية انك انت لو لا قدر الله حصل اي حاجة تبقى عارف تقولها ايه، تقولها ازاي، وايه هي الكلمات اللي احنا بنستعملها في الحاجات دي، بحيث لما تسمعها ما تبقاش مستغرب. اوكي؟ هنتكلم على الاول يعني ايه مريض. قلنا مريض يعني ill او sick، الاتنين يعتبروا مريض. الفرق البسيط قوي ان انا لو في الشغل اللي بتصل بيهم عشان عيان فبقول لهم I'm ايه؟ I'm sick. انما وقلنا بالسين مش بالث، لان بالث معناها سميك. اوكي، انما ill يعني مانيش مزاج، مقريف شويه بتاع، بس الاثنين معناهم مريض، الاثنين معناهم مريض. انا بكلمك على الاستعمال البسيط، الفرق البسيط لو ايه، لو انا يعني سيك عيان يعني، انما ما فيش سيك اللي هو مقريف ما تجيش منها كده. اوكي، بس ill كلغه يعني كده ال هي مريض اكتر، بيجي منها ال illness اللي هو المرض، و illnesses الامراض. اوكي، medical conditions، انا عندي I have a medical condition، يعني انا عندي حاله طبيه متخلينيش اقدر اعمل كذا. طب ايه هي الحالات المرضيه دي او الطبيه دي؟ دي هتبقى هنا. الاول هكلمك على الامراض العامه، common يعني عامه. لو انا عايز اقول مثلا لواحدة مثلا كده، على فكرة احنا في بينا حاجة in common، يعني في العموم كده في بينا حاجة مشتركة، او in common في العموم بيبقى في كذا 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 كذا، ما بتكلمش على حالة معينة يعني specific case مثلا او كده، لا انا بتكلم in common في العموم. احنا هنا انت بتتعلم امريكي، فهنا الاو بتتنطق ف common، مش كو مش كو، كا in common. اوكي، okay. تشايلد يعني طفل، تشايلدهود طفوله، ديزيز يعني برضو مرض، بس بقى مش مرض اللي هو مرض، يعني هنشوف بقى لو فيروس وبكتيريا والحاجات دي. اول مرض عندك، انا عندي برد كولد، او فلو عندي انفلونزا. كولد لو انت كولد، غير فيفر لو ما فيش حاجه اسمها انا عندي هات، لا انا عندي فيفر اللي هو حمى، وتاخد لها فيفر ريديوسر، بقت بسيطه دلوقتي تاخد لها ينزل الحمى. اوكي، اير انفكشن، عندي عدوى في الاذن، يبقى انفكت انفكت يعدي، انفكشن عدوى، انفكشوس تشيل الان وتحط يو اس يبقى معدي، يبقى انفكت لغايه التي هنا، لغاية التي هنا كده دي معناها يعدي. اوكي، معناها يعدي لغاية التي، انفكشن عدوى، انفكشوس معدي، خلي بالك ده انفكشوس المرض ده معدي. ستريب
يعني بكتيريا strep throat يعني التهاب في الحلق عندك بكتيريا او عاملاك غير sore throat فاكرين الدرس اللي فات sore throat ده حاجه غير ده ده بقى ده اجمد شويه ده التهاب في الحلق مخليك مش حاسس كده بصعوبه او عايز تكرش لا ده انت لا بتعرفش تبلع اصلا الحصبه measles الحصبه measles اللي بتيجي للاطفال وتيجي لهم زي نقط حمراء كده كتير انما الجدري اللي هو بيسموه هنا تشيكن باكس باكس يعني جدري بس بيحطوا لها تشيكن عشان هي بتيجي من عدوى من الطيور بيسموها تشيكن باكس وخلي بالك دي بالبي مش بالبي بي خفيفه زي بنانا اللي هي باكس اللي هو الصندوق انما بي تقيله بي بي تقيله باكس اللي هو الجدري تشيكن باكس اللي هو الجدري مش باكس تشيكن باكس اوكي مامس اللي هو بيسموه النكاف اللي هو مامس اللي هو حد عنده التهاب في الغده اللي هو يعني التهاب في الغده اللي هو هنا في الرقبه ده بتحصل له تضخم بيعرفش يبلع ماشي غده يعني ايه غده glands القلم ده كويس glands اللي هي الغدد gland يعني غده وglands اللي هي الغدد ماشي ما بيعرفش يبلع ما بيعرفش الغده اللي هي ما اعرفش يعني ايه اللي هي تبلع بتبلع بيها دي ما بيقدرش يبلع فبيجي له مامبس اللي هو الغده اللي ما بيخلوش يقدر يبلع سالفاري جلاند اللي هي الغده اللي هي بتبقى هنا ما اعرفش بقى بالعربي ايه اللي هي بتعمل اللعاب ده والمش عارف ايه كده وتخليه ايه يبلع اوكي اللي هي ايه اللي هو عارف اللي هو الريق سالفيا اللي هو سالفاري جلاند اللي هو الغده اللي هي هنا دي خلوش يبلع الرجس اللي هي الحساسيه الرجس اللي هي الحساسيه ودي اكتر حاجه انا بتتعبني انا شخصيا هنا بس من ساعه ما سبحان الله دايما بيبقى ايه ان مع العسر يسر دايما تلاقي الدواء جنب المرض طلع جنبي شجره التين هنا لما باكل منها ما بتجيليش الحساسيه دي خالص بتاع المناخير دي خلي واحد مناخيره حمراء ويقعد يعطس بحاله بالبلد ولو خدت دواء الحساسيه بيهدك بس بياخد له بتاع كام ساعه كده وبيخليك تبقى عايز تنام انما ده سبحان الله طبيعي التين ده اللي بيطلع من الشجر ده طبيعي اوكي دي اللي هي الامراض العامه الامراض او معظم امراض عامه او طفوله اوكي طيب ايه بقى الحالات الطبيه اللي هي الميديكال كونديشنز ان واحد عنده دايابيتس دايابيتس اللي هو مرض السكر دايابيتس اللي هو مرض السكر HIV ال HIV ده اللي هو ايه ان جسمك بيعمل كرات الدم الحمراء دي فالدم بيقدر هو يحارب المرض فلو كانت عندك نقص في المناعة دي بيعملك نقص في المناعة الكلمة دي انا عارف انها طويلة فانت احفظ HIV human اللي هو البشر او الانسانية human الكلمة دي تقسمها ازاي؟ انا حاولت اقسمها لك كده عشان ما تبقاش صعبة. ام هي طبعا ده اي ام ديت زي مثلا ايه؟ ناتشرال طبيعي. الناتشرال ناتشرال طبيعي، الناتشرال غير طبيعي. نورمال مثلا نورمال طبيعي، خليك في نورمال. اب نورمال غير طبيعي، طبعا حرفين والكلام ده عايزة حفظ مش عايزة واحد بيفهمها. بعدين بتيجي ميك سنس كده تلاقي لوحدك عارفها المهم ام اميونو اللي هو هتقسمها كده اميونو دي فيشنسي دي فيشنسي فانت مش محتاج تعمل اميونو ديفيشنسي اللي هو الـ 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 المناعه وده في اللي هو رمز الفيروس زي فيروس كورونا الزفت ده اوكي فده مرض نقص المناعه عند البني ادمين اسمه ايه اتش اي في لما واحد بيجي له ايدز مثلا ليه ايه ايدز ده ايدز ده اللي هو ايه اللي هي اكوايرد اللي هو يكتسب فالايدز ده اختصار ايه
ان هو مرض بتكتسبه بيدمر نقص المناعة عند الجسم، بيدمر لك المناعة بتاعت الجسم فيجيب لك الـ HIV. اوكي، فيبقى جسمك ما عندوش مناعة، ما بيعرفش يقاوم اي مرض. انا اسف يا جماعة، الفاير الارم سامعين اشتغل. لحظة واحدة اشوف ايه. لما خلص الدرس هاجي اتكلم معاك. اوكي، شفتوا يا جماعه اللي بيحصل؟ اول ما حاجه تحط على النار، لو الدخان زاد شويه على طول الفاير سيستم ده يشتغل وتن تن تن بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، لغايه ما انت تفتح شبابيك تشغل مروحه على البتاع ده تنتبه. يعني هو معمول عشان تنتبه ان في حاجه انت ناسيها مثلا على النار، ده لو انت ناسيها اصلا، وانها بتقوم شغاله الفاير سيستم ده فيعمل تن تن بالصوت المزعج اللي انت شفته ده. اوكي، anyway. ازمه. يعني ايه ازمه؟ يعني ربو، واحد عنده وبيقوم واخد البخاخه دي اسمها انهيلر، انهيل اكسهيل، فيقوم واخد الانهيلر ده يقدر ياخد نفسه، يوسع الشعب الهوائيه. اوكي، برين كانسر اللي هو العياذ بالله طبعا السرطان بتاع المخ. تي بي اللي هو السل. السل ده يعني ايه؟ السل ده عباره عن مرض بكتيريا بتيجي فين؟ في اللونج اللي هو اللي هي الرئه. ده اسمه تي بي، مش محتاج انت تحفظ ديت. تيوبركلوسس، مش محتاج تحفظ تيوبركلوسس، بس انت ممكن تقول تي بي وخلاص. اليو دي سايلنت باي ذا واي، دي بتبقى سايلنت. تيوبركلوسس. اوكي، هارت ديزيز اللي هو امراض الامراض القلبيه. هاي بلاد بريشر، اول من ضمن الحاجات اللي احب اقول لك عليها وللاسف مثلا مش بلاقيها في مصر، انه اول ما بتخش عند الدكتور هنا في امريكا، وده مهم جدا، مش عارف ازاي مش بيعملوه عندنا. اول ما بتخش بيبقى في ممرضه كده بتجي لك، حضرتك مثلا الاستاذ فلان مثلا، ممتاز، سهير، ركان، اي حد. تخيل ان انت يعني بعد الشر رايح عند الدكتور، اي حد، طفل كبير صغير، اول ما بيخش الممرضه حضرتك كذا، تقوم جاي تند على اسمك، تروح تقول لك الاول تيك يور شوز اوف، تقلع الشوز وتقف على ال 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 الميزان. اوكي، وتقوم جايه ومعاها كده كراسه وقلم زي ده كده، وتقوم كاتبه الوزن بتاعك عشان يقارنوه بالوزن المفروض دلوقتي ويعرفوا من المره اللي فاتت تخنت ولا، لان ده مهم. ليه؟ زياده الوزن بتؤدي الامراض، زياده الوزن ممكن تبقى هي دي السبب اللي انت جاي عشانه اصلا، بسبب ان ركبتك مثلا او رجلك وجعاك او ركبتك وجعاك، ممكن يكون ده سبب زياده الوزن، ممكن يكون هيأثر في الدايبيتس، ان انت لو انت وزنك خف السكر بتاعك هيبقى مظبوط مثلا. اوكي، وبعد كده بتقوم قاعد ويقوم لفين عليك البتاع بتاع الضغط ويقصوا لك الايه؟ البلاد بريشر، يشوفوا البلاد بريشر بتاعك هاي ولا لا؟ ولا نورمال؟ الاثنين دول اساسي. وبعدين يقوم جاي بالمره، احيانا بيقوم بقى على حسب نوع الدكتور، افتح بقك ويشوف ودانك هنا الحلق ويطمن ان انت ما في عندكش اي حاجه هنا او هنا او حاجه، ويقول لك عشان اللي هو المفروض في شكل عام جسمك بالشكل في ان كومن عموما ان انت تبقى صحتك كويسه. فلو كان عندك هاي بلاد بريشر اللي هو باي ذا واي، يعني لو انت سمعت الكلمه دي او كده هنا في امريكا اسمها هايبرتنشن، ان انت هايبرتنشن لو عندك هاي بلاد بريشر ده مش كويس. اوكي، بعدين عندك ايه؟ اخذنا المره اللي فاتت انتستينال انتستنس اللي هي الايه؟ الامعاء. انتستينال اي حاجه طفيليات اسمها ايه؟ باراسايتس اللي هي الطفيليات.
intestinal parasites اللي هي الطفيليات. اوكي. ايه اخر ملحوظه احب اقولها لك في الحاجات دي كلها؟ ان للاسف الدكاتره بتوعنا مثلا يحط ساين كده او يفطح ويقول لك مثلا او هنا في اي حته ان ده دكتور عشان الامراض القلبيه مثلا الهارد ديزيز مثلا، ما بيكتبش ليه دكتور الصحه القلبيه. انت لما بتقعد تشوف يفط كده دكتور عشان كذا وعشان كانسر وعشان امراض مش عارف ايه، للاسف اسال اي دكتور هيقول لك الكلام ده صحيح. للاسف لما 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 تخش كليه الطب انت بتدرس الامراض وازاي تعالجها، ما بتدرس ازاي تخلي الانسان في صحه كويسه فما يجيلوش امراض اصلا. فبيبقى تركيزك انت على الحاجات الامراض والحاجات السلبيه، مش كده تلاقي معظم دكاتره تعبانين اصلا بسبب ان هو بيركز على الامراض مش على الصحه. انت كمان كشخص والبرامج ومش عارف ايه دايما يركزوا على الامراض مش بيركزوا على الصحه، ولما بيركزوا على الصحه بيركزوا على الرجيم والوسط والمش عارف ايه وبتاع وحاجات كده اللي هو ايه اللي هو زي ما انا قلت قبل كده. لو انا جاي بقول لك ان ده خسسني وخلاني بقيت خسيت وبقيت 100 100، بص انا بقيت عامل ازاي، فانت خد استعمله. الكلام ده غير صحيح. انت بتخش المدرسه بيبقى في منهج الابتدائي وفي منهج الاعدادي والثانوي، ومش كده وبس، ده الابتدائي كمان في اولى وفي ثانيه وثالثه وخمسه. ما ينفعش تقوم جاي تقول له خد اتعلم ده هتبقى شاطر زيي، هو لازم يخش منهج اولى الاول عشان يعرف يفهم منهج رابعه ولا ثالثه، صح؟ ما ينفعش اجي في رابعه وهو في اولى اقول له خد منهج رابعه، اذا كان هو اصلا نوره مثلا ما بتاع يا دوبك بتتعلم ازاي تجمع وتطرح بالعافيه. هاجي اقول لها ان 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 2 تشيل منها 5 يبقى ناقص 3، هي لسه اصلا بتستوعب الاولاد. فما ينفعش ان انا كمان كصحه اقوم جاي جايب لك بتاع شخص معين او مدولك انت، فاهم ازاي؟ ما ينفعش واحد بيشتغل طول اليوم طلعان عينه زي حالاتي ما تقولوش لا اوعى تاكل سكريات هتتخن. لا انا باكل سكريات بس بالعقل برضه وما بتخنش. ليه؟ لان انا جسمي بيحرقها، انما انا لو يوم اجازه وقاعد في البيت طول اليوم يمكن ما باكلش الا طقه اتنين بكتيره، وبعدين ما فيش حاجه اسمها لازم فطار، لا سناكس. فانت بتاخد حاجات بسيطه اللي هي سبحان الله، يعني حسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه. يعني انت لما تاخد حاجه بسيطه المعده بتهضمها، الجسم بيستفاد بيطلعها في طاقه، تاكل تاني تاكل عاشر لان انت تاخد حاجات بسيطه. انما ما ينفعش تانك البنزين بتاع العربية بياخد مثلا 20 جالون هتملاه 25 هيفيض، لكن انت بتفضل تزق ويبتدي يكرش وتدخل وامراض، وانت برضو مصمم ان انت تزود عن المعدل الطبيعي. الحاجة الاخيرة ان معظم الامراض دي هي امراض نفسية ظهرت في شكل عضوي. ربنا بيقول ايه؟ ولقد ايه خلقناكم ثم صورناكم. فالنفس جت الاول وبعدين ركبت الجسد ده، ولما هتموت هيطلع من الجسد ده، الجسد ده هتسيبه وهتطلع النفس دي. فالنفس لو فيها حاجه يقوم طالع في شكل مرض من دول، اي حاجه ان شاء الله كرشه زي كده، يبقى في حاجه في نفسيتك انت بتفكر فيها فخلتك مثلا تهرش كده. اي حاجه بتحصل بيطلع، وفي يعني علوم انا بقعد اتعلم فيها دلوقتي عشان بستفاد منها وبتفيدني كتير، بتبين قد ايه ان اي حاجه بتحصل في النفسيه هي بتتنقل لحاجه من دول. فلو انت شفت اي حاجه من دول اعرف ان الشخص ده او انت فيك حاجه في نفسك راحت ظهرت في شكل عضوي، فضلت متكومه لغايه ما عملت كلكيعه كده قامت طفح عليك في شكل مرض من الامراض دي. فلو انت بتعرف ازاي تهتم بنفسيتك وتتعلم بدل الفيسبوك والكلام الفاضي، الفيسبوك ده هو اوحش حاجه للامراض النفسيه، هو عباره عن مجمع امراض نفسيه لو شغلت نفسك بيها تزهق. الناس يعني بص كل بيتجمع وبيخليك بقى تعرف، عشان كده بيتحكم فيه ملايين وفلوس لانه بيخليك تعرف المجتمع والناس ايه الحاجات الناس بقى اللي هي العلماء يقعد يدرس ايه اللي ورا الحاجات اللي بتطلع في الفيسبوك دي، فيعرف الناس دي عندها ايه ونفسيتها عامله ازاي، فيعرف يتعامل معاهم. anyway
بس تبقى عارف، لان انا ما بحبش اتكلم على الامراض، لكن عشان هو درس ولازم تبقى عارف الكلمات دي. يهمني كمان انك تعرف انك تركز على الصحة، وانك تركيزك على الكلمات دي هو هيكون مجرد بس سطحي من الخارج، تعرف الكلمات دي اقولها ازاي باللغة دي، لكن ان انا ادخلها جوه واركزها في عقلي ارجوك ما تعملش كده. فهمني ان انا ما اخدش ذنب منك منك انت بتركز في الحاجات دي مع مشاعر. لو عشت في اي حاجة دي مع مشاعر وعشتها اكتر من مرة هتثبت في عقلك وممكن تحصل لك. خلي بالك من النقطة دي لها مهمة جدا. اوكي، ركز على الصحة. ماشي، اتمنى تكون استفدته. لو في اي حاجة ابعتلي، لو اي كلمة صعبة عليك زي ما قلت خش على جوجل ترانزليت وخليه ينطقها لك. انا مش عارف ليه لو ما التعليقات ما بتظهرش في وقتها بتظهر بعدين. اتمنى تكون استفدته. كان معاكو مستر سام تعلم امريكي. مع السلامة. انا لازم امشي. أوكي. هتظهر هنا التعليق. ممتاز حبيبي، عليكم السلام، الف سلامة، وان شاء الله ربنا يا رب يشفيكم من اي مرض. علي حبيبي عايز اتكلم معاك. مروان ازيك يا مروان، ده انت اللي منور، ربنا يخليك. يا رب تكونوا استفدتوا. اشوفكم ان شاء الله الاسبوع الجاي، مش عارف بقى يبقى الجمعه ولا الاثنين يا جماعه، ربنا يسهل. معلش انا اسف يعني. مع السلامه.